أجرى فريق طبي من كاليفورنيا أبحاثاً على علاج السرطان في الفضاء في خطوة هي الأولى من نوعها. يقول القائمون على هذه التجربة إن هذا النوع من الأبحاث من شأنها أن يختصر الكثير من الوقت وأن يمكن الباحثين من رصد تقدم نمو الأورام والتوصل لعلاج بشكل أسرع وأكثر فاعلية، ما يمكن فعله مقارنة هنا على الأرض. اكتشاف مبهر في الفضاء قد يكون الحل الجذري لمرض السرطان. ففي خطوة مبتكرة تهدف إلى تقديم إسهام هام في مجال البحث الطبي، قام فريق من العلماء في كاليفورنيا بنقل أبحاث الأورام إلى الفضاء، وذلك للحصول على النتائج بشكل أسرع. فالجاذبية الضعيفة في الفضاء تعمل على وضع الخلايا تحت إجهاد كبير، مما يجعلها تتقدم في العمر بسرعة أكبر، ما يساعد العلماء في رصد تقدم نمو السرطان وتأثير علاجات المرض بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يمكن فعله على الأرض، الأمر الذي يختصر الكثير من الوقت المطلوب لتلك الأبحاث. الخبراء أكدوا أن للجاذبية المنخفضة في الفضاء فوائد عدة، أهمها أنها تجعل الخلايا في الفضاء تنمو بشكل ثلاثي الأبعاد كما تنمو الخلايا في الجسم، فيما أعرب العلماء القائمون على هذه التجربة عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، مؤكدين أن هذه النتائج تمثل أملاً عملياً لمكافحة السرطان. ويأمل الفريق بإطلاق الدواء في التجارب السريرية على الأرض بحلول نهاية العام الحالي، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم بها الفريق بإرسال مثل هذه العينات إلى الفضاء، فقد أطلقت سابقاً خلايا جذعية على متن رحلات سبيس إكس المتعددة، ولوحظ حدوث تغيرات ما قبل الإصابة بسرطان الدم، لم يتم رؤيتها خلال نفس الإطار الزمني في الضوابط على الأرض. تعتبر هذه الاكتشافات ليست فقط إنجازاً علمياً، ولكنها تفتح آفاقاً جديدة لفهم السرطان وتطوير علاجات فعالة للمرض الذي لطالما شغل الأوساط الطبية دون علاج فعال له. من أبو ظبي ينضم إلي استشاري طب الأورام الدكتور مهند دياب. دكتور محمد، هذه المهمة لأكسيوم 3، إلى أي مدى هذه التجارب تفتح آفاق أمامنا في هذه المعركة البطيئة ضد السرطان؟ مساء الخير إيمان. أهلا. صحيح كلامك سليم، هي معركة بطيئة، وكانت المثير جدا للاهتمام بهذه التجربة أنه وجد أنه لما أخذت الخلايا السرطانية إلى الفضاء وجدت أنه سرعتها تضاعفت حوالي 9 مرات، يعني ما يحصل على كوكب الأرض في 3 أشهر يحصل بالفضاء نفس الحدث بنفس الحجم، ينمو الورم ب9 أيام تقريبا. فالتجربة أدت لتسريع عمليات البحث الطبي، يعني فعلا نحن لما نبدأ تجاربنا على الأدوية ممكن تأخذ التجربة حوالي 2 أو 3 سنوات أو أحيانا أكثر حتى نحصل نتائجها. اليوم ممكن خلال 1.5 أو 2 شهر تقريبا ممكن أنه تكون النتائج متوفرة بين يدينا. التجربة اللي صارت طبعاً أنه نحن بنعرف الضغط الجوي منخفض جداً بالفضاء الخارجي، قد يكون منعدم نوعاً ما، والجاذبية تكاد تكون صفر. أحد أهم الأسئلة نحن على كوكب الأرض لما بيكون في عنا تجربة علمية بنشوف أنه عدة جينات هي اللي سببت نمو بخلايا السرطانية. بالفضاء قدرنا نعرف أنه في عنا جين واحد هو أول جين كان سريع جداً اسمه الـ ADAR1 أو الـ ADAR1. هذا الجين هو اللي كان متفوق على كل الجينات، مما جعل الأمور مؤخراً نعتقد أنه هل هو هذا الجين الذي يقوم بسوق الجينات الأخرى حتى تنمو ويخرج الورم عن السيطرة. هذا ينطبق على كل أنواع السرطان دكتور؟ مبدئياً هي 3 أنواع من السرطانات اللي خرجت للفضاء الخارجي، سرطانات الدم، السرطان الثدي، وسرطان الرئة، عينات أو خلايا سرطانية من هالأنواع هي اللي هي الأشعة على كوكب الأرض. اللي صار أنه تم تطوير دواء على كوكب الأرض خاص بهذا الجين وتمت تجربته بالفضاء، ففعلاً تمكننا من إيقاف الورم بالكامل. حاليا هذا الجين مؤخرا هو عرف والدواء نتائجه طلعت مؤخرا، والان تتم عليه الدراسات وقد يحصل على الـ FDA approval على الارض بعد نتائجه الجيده اللي صارت بالفضاء.
نوع الدواء اللي نتحدث عنه هنا دكتور؟ هو نوع من أنواع الأدوية الجينية الخاص بالجين ADAR1، هو مخصص لهذا الجين وهو يقوم بإيقاف هذا الجين حصراً لغيره. لأنه ربما في العدد من المقالات العلمية وأريد منك شرحها، لأنه هناك نوع من الأدوية اللي كان بالفعل تمت المصادقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكي واللي هو فيدراتينيب، لكن الآن يتم الحديث عن عقار تجريبي وهو ريبسينيب، واللي قالوا أنه يمكن أن يكون أكثر فاعلية من سابقه. لو تشرح لنا في هذا المجال كيف يمكن الحسم، وهل تم تجريب العقارين على مستوى الفضاء؟ تماما، تم تجربة العقارين في الفضاء. الدوراسينيب أبدى فعالية أكبر كونه هو نوعي جدا للـ ADAR1 لهذا الجين تحديدا، وأبدى نتائج جدا ممتازة بالفضاء. تمكننا من إيقاف النمو الورمي في ثلاثة أنواع، طبعا أمراض أورام الدم بشكل رئيسي، الليوكيميا وأمراض السرطان الثدي وسرطان الرئة واللي هي الأشعة على كوكب الأرض. طبعا هاد يعني خلنا نقول هي سلسلة في حربنا ضد مرض السرطان بسلسلة طويلة، ومثل ما تفضلت ببداية كلامك إيمان إنه المعركة بطيئة جدا على كوكب الأرض، فتم تسريعها على الفضاء، في الفضاء تم تسريعها وكأنه ننظر ربما للمستقبل في وقت مختصر. لكن هل هناك عوامل أخرى يمكن أن تكون تدخل كعوامل من الفضاء تدخل في تطور هذا السرطان أو غيره؟ لأنه إلى مدى يمكن تطبيق ما يحدث باختصارا للوقت في الفضاء، أنه نفس المسار يكون على الأرض ولكن أبطأ فقط بدون عوامل أخرى؟ تماما، يعني هو تم دراسة أنه قد يكون في إشعاعات فضائية أو إشعاع جاما، والأشعة الضارة الثانية قد تكون هي اللي أثرت بهذا الأمر، لكن فعليا التجارب العلمية كلياتها أجريت على عينات محفوظة بشكل جيد جدا، ومنعت دخول أي أشعة من الفضاء الخارجي إلى خلايا السرطانية. فعليا ما كان في عنا غير عامل واحد اللي هو موجود، وهو عامل الجاذبية المنخفضة جدا والضغط الجوي المنخفض للغاية. هذا هو الموضوع اللي فرق بالفضاء لا أكثر ولا أقل. موضوع أنه هل ممكن أنه نحن نجري هذا الموضوع على كوكب الأرض؟ فعليا هذا صار. حاولنا أنه نحن في مركز بسان دييغو ممكن بدأوا بتجارب محاكاة التجارب اللي بتكون بالفضاء، هي أن تكون تتم على الأرض. النتائج لسه غير واضحة ولسه ما خلصت. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والشرح من أبوظبي استشاري طب الأورام دكتور مهند دياب.